السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على الموسم الدراسي المقبل أو السنة الدراسية 2020-2021. إذا اليوم الوزارة لحت واحد البلاغ خاص بالموعد ديال بداية السنة الدراسية 2020-2021، وحددت الانطلاقة الفعلية للدراسة في يوم السابع من شتنبر المقبل. إذا هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، بقاو معي باش نعرفوا الحيتيات ديال هذا الموضوع وكل شيء على بداية السنة الدراسية 2020-2021. إذا أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية عن انطلاق الدراسة برسم السنة الدراسية 2020-2021 بشكل فعلي يوم الاثنين السابع من شتنبر المقبل بالنسبة لأطفال التعليم الأولي وللسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الخامس أكتوبر القادم بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية. إذا الوزارة أعلنت واحد البلاغ على أنه الانطلاقة الفعلية ديال الدراسة غادي تكون 7 شتنبر بالنسبة للأطفال ديال التعليم الأولي، بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، و 5 أكتوبر 2020 بالنسبة للتلاميذ ديال التربية غير النظامية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الموسم الدراسي سينطلق يوم الثلاثاء الأول من شتنبر المقبل تحت شعار من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة، حيث سيلتحق في نفس اليوم أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي الإداري والأطر الإدارية المشتركة. إذن الوزارة حددت يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2020 المقبل هو موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد بشعار من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة. إذن نهار 1 شتنبر غادي يلتحقوا كل من موظفو وأطر الإدارة التربوية، هيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية، هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي الإداري والأطر الإدارية المشتركة، فيما سيلتحق أطر هيئة التدريس بجميع درجاتهم بعملهم يوم الأربعاء الثاني من شتنبر 2020. وبالنسبة للأساتذة والأستاذات ديال جميع الأسلاك غادي يلتحقوا نهار 2 شتنبر 2020. إذن البلاغ اللي طرحته الوزارة هو هذا، خاص بصدور المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2020-2021. إذن أهم النقط اللي ذكرتهم الوزارة في هذا البلاغ هما اللي قلناهم: بداية ديال الدراسة الفعلية نهار 7 شتنبر، نهار 1 شتنبر الالتحاق ديال الموظف والإدارة التخطيط والتفتيش وإلى غير ذلك، نهار 2 شتنبر غادي يلتحقوا الأساتذة والأستاذات بجميع الأسلاك. وكذلك طرحات الوزارة المقرر الوزاري اللي كينظم السنة الدراسية من بدايتها إلى نهايتها، حددت فيه موعد العطل وموعد الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، كذلك موعد الامتحانات المهنية. إذا حددت فيه مجموعة من الأمور، حددت فيه مجموعة من الأمور المهمة الخاصة بالسنة الدراسية 2020-2021. إذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.